لانه متتبع قناه صوت العداله صات في سبور، كانت الجمهور كبير الرياضي العربي شباك. هداف هذه المقابله اللاعب قليده رقم 10 وهو عميد الفريق. يا بريشا يا السلام بريشا سيري اخدمي هكا واحد يمشي واحد يروح ليه دوم عليه اصطاب اه اصطاب كسير ما يلعبوهاش سابو ما يلعبوهاش شوية علينا سيري اشرف يا هيد 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 يا مروان على فوت هذا الهدف الثالث دائما امجاد مولاي رشيد، ثلاث اصابات مقابل هدف واحد فريق شباب مولاي رشيد. ايوب 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 ما يلعبوهاش سابو ما يلعبوهاش هداف هذه المقابلة اللاعب قليدة رقم 10 وهو عميد الفريق. انتهاء هذه المقابلة والنتيجة 4 أهداف مقابل هدف 1 فريق أمجاد مولاي رشيد. بعد قليل سنوافيكم بتصاريح اللي متتبعي قناة صوت العدالة صات تي في سبور، كتوجه مركب الرياضي العربي شباك. معنا واحد اللاعب اللي هو غادي بالبالون ديال عباد الله، حيت علاش ماركي ثلاثة الإصابات وغادي يلم البالون. أهلا ومرحبا بك. الحمد لله، كنبغي نشكر جميع اللاعبين والطاقم كامل على المجهود ديالهم باش نحققوا هاد ثلاثة نقاط في مقابلة ديال الديربي مولاي رشيد أمام فريق شباب مولاي رشيد اللي قدم مقابلة زوينة حتى هو. والحمد لله هاد الفوز غادي يخلينا في الطريق الصحيح لتحقيق الصعود ان شاء الله. متابعين قناه صوت العداله صات تي في سبور، معنا ابراهيم الطوح اللي هو نجم هذه المقابله ديال فريق شباب مولاي رشيد. ابراهيم، كيفاش شتي المقابله اليوم وفين مشى لكم فين مشات المقابله؟ كما كتعرف المقابله كانت صعيبه شويه مع فريق خصم اللي نقولوا حنا الديربي بالنسبه للمنطقه ولا الدر مع بعضياتنا. كشي المقابله كانت صعيبه شويه، كنا نرجعوا كنا خاسرين بجزيرو في الميطه الاولى ورجعنا في الميطه الثانيه ماركينا البيت الاول وكنا نرجعوا جاتنا بيلانتي وضيعناه. كنا رجعنا في الماتش ولكن الصقوم اللي قالب علينا طاوله صدقنا زاكلينهم بطبيعه الحال. الى زقلتي كتسجل عليك لان كلشي ابوندونا اللعابه كلهم ابوندونا في بيلاتي. هذاك الشيء اللي كاين. كلمه اللعابه ديالك تبارك الله عليهم كانوا مزيانين شويه الخدمه ومازال باقي المباريات. يلا الشطر الاول دابا باقي لنا باقي الرشور كامل ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا الله يحفظك. في سبور معنا مدرب فريق امجاد مولاي رشيد. سهل الفوز، لعبوا مقابله تكتيكيه جميله، كيفاش كانت المقابله وكيفاش شادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر صوت العداله على هذا الاستضافه. بالنسبه للمقابله ديال اليوم راه كتعرفوا كانت بالنسبه لابناء المنطقه يعني مقابله ديربي اللي بجوج متقاربين في سبورة الترتيب، وحنا كان خاصنا ضروري باش نفوزوا بهذه النقاط مقابله باش نواكبوا الفرق المقدمه. ان شاء الله هذا الهدف كاين هذا العام ان شاء الله الصعود. ذاك العام ما تاتاش بنقطه واحده، هذا العام حاولنا نغيروا التركيبه البشريه ديال الفريق يعني 90%. الحمد لله كانت توفر على لاعبين شبان اللي في المستوى الرفيع اللي قدروا ينافسوا في بطوله الهوات. الهدف ديالنا الاسمى هو اننا غنصعدوا الفريق القسم الممتاز ديال العصبه الدار البيضاء. عندنا كل المقومات، عندنا كل الامكانيات، الحمد لله كنثيقوا في اللعابه ديالنا، كنثيقوا في المكتب المسير، وكنوعدوا الساكنه ان شاء الله بان هذه المنطقه هذه غادي يكون عند ممثل في القسم الشرفي الممتاز ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. معنا مدرب فريق شباب مولاي رشيد
اللي يقدم لنا نفسه وكلمه في حق هذه المقابله كيفاش كانت اليوم؟ المقابله دازت في واحد الجو رياضي ما بين جوج الفرق اللي كيمثلوا عملت مولاي رشيد. كان المستوى جيد. العائق اللي ديما كنلقاو في هذا العائق اللي كنلقاو ديما هو الملعب صغير ما كيخليناش نلعبوا بواحد الاريحيه ونكونوا داك الشيء اللي كنوجدوه في لا سومين كامله ما كنلقاوش. الور هذا هو المشكل اللي كاين وهذا هو العائق اللي كاين. وكنهنئوا بالفريق الخصم اللي انتصر علينا اليوم. بالنسبه لنا حنايا المقابله خرجنا من هازمين بالشوط الاول بهدفين، رجعنا في الدوزيام ميطون رجعنا في المقابله وسجلنا هدف مبكر اللي سمح لنا اننا جاتنا ضربه جزاء اللي كنا نقربوا اكثر ساعه دوماج ضيعناها. فكنظن بان ناخذوا دروس من هذه المقابلات ونوجدوا المقابلات الجايه. وهنيئا للفريق ديال الشيخ مولاي رشيد. العفو. ديانا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.